نفذ عدد من الناشطين وقفة احتجاجية أمام مقر القبضة المالية وسط مدينة صفاقس جنوب شرقي تونس، وهذا تعبيرا عن رفضهم لدفع الضرائب في ظل استمرار أزمة تراكم النفايات في المدينة. ودعا القائمون على حراك يزي مسكتنا، والتي تعني كفى صمتا، دعت أو عربت عن أملها في أن تلتزم السلطات بواجباتها تجاه ولاية صفاقس لضمان حقها المشروع في بيئة آمنة، مطالبين بإغلاق مكب النفايات في مدينة عقارب. في المقابل اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا لم يسمها بتأجيج الاحتجاجات وافتعال أزمة النفايات في عدد من مناطق البلاد. لتسليط الضوء أكثر على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، ينضم إلينا من تونس بالقاسم أحسن أو بالقاسم أحسن، القيادي في حركة النهضة التونسية، ومن تونس أيضا أسامة لاويدات، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب. ضيفي الكريمين، أهلا مرحبا بكما. أبدأ معك سيد أسامة العويدات، يعني تصريحات قيس سعيد ليست بالجديدة حينما يتهم أطرافا معينة بتأجيج هذه الانتخابات، هذه المرة من يقصد؟ هو شكرا قبل كل شيء على الاستضافة، وتحية لكل متابعي قناة الحرة. بالنسبة لنا في حركة الشعب، كنا قد نبهنا من ضرورة أن يسرع الرئيس قيس سعيد في الإجراءات التي يجب أن يقوم بها حتى نتجنب هذا الارتداد الذي تقوم به رأسا حركة النهضة وبقايا منظومتها في الإدارة التونسية، التي تريد التعطيل فيما يريد أن يقوم به رئيس الجمهورية. أريد أن أذكر أنه افتعال الاحتجاجات، المحاولات المتكررة للاستقواء بالأجنبي، كلها محاولات للارتداد على مسار 25 جويلية الذي حرر الشعب التونسي من قبضة 10 سنوات دمار في تونس كانت في الحكم حركة النهضة، وكانت هي العمود الفقري للحكم وفي رأيك سيد مدة لم سيد نرى أسامة في رأيك ربما هل غذت ربما هذه الاحتجاجات مصالح سياسية لأطراف معينة ممن ذكرتها مثلا؟ هو أريد أن أذكر أن افتعال الاحتجاج، أولا الاحتجاج هو حق مضمون ومشروع دستوريا، لكن افتعال الاحتجاج أمر ثاني. افتعال الاحتجاج هو محاولة للارتداد على مسار 25 جويلية الذي نحن بصدده الآن. مرت أربعة أشهر في هذا المسار، في أربعة أشهر لا يمكن إصلاح 10 سنوات دمار في تونس على المستوى الاقتصادي وخاصة على المستوى الاجتماعي، لأنه منظومة الحكم الفارطة تركز فقط على المضمون السياسي أو الحديث على الديمقراطية الشكلانية سياسيا، وتنسى وتتناسى المضمون الاجتماعي. اليوم نحن في حركة الشعب، رغم دعمنا لمسار 25 جويلية، ندعو رئيس الجمهورية أن يسرع في الخطوات القادمة حتى نضمن استقرار اجتماعي كفيل وصلت بأن نذهب بتونس إلى بر الأمان وننقذ تونس من هذه المنظومة الفاسدة التي كرست الحكم لخدمة لوبياتها ولخدمة عصاباتها. سيد بلقاسم أو بلقاسم أحسن، القيادي في حركة النهضة، أرحب بك سيدي مجددا. النهضة وراء تأجيج هذه الاحتجاجات، يقول ضيفي أسامة، كيف ترد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي سيدتي، تحياتي لك شخصيا ولقناة الحرة ولضيفك أيضا. شكرا. وتحياتي لكل المشاهدات والمشاهدين في قناة الحرة. شكرا. بداية أنا أريد أن أعبر على كل تعاطفي مع الذين خاب أملهم اليوم في الانتقال بالقانون عدد 38 إلى التطبيق. مع الأسف الشديد تعطلوا كثيرا، انتظروا كثيرا، تعطلوا مع الحكومة السابقة بكل تأكيد، وكان أملهم في السيد الرئيس كبير، ولكن اليوم اللي صار رئيس الجمهورية قال هذا قانون وضعه المجرمون ولن يطبق. هذا شيء مؤسف جدا. هذا القانون
الذي وضعه المجرمون ختمه السيد الرئيس شخصيا بيده يوم 13 أوت آب 2020. صراحة لم نكن نتوقع شخصيا أن رئيس الجمهورية في حديثه مع ممثلين لهؤلاء المعطلين يصدمهم بهذا الشكل. كان يمكن أن يتحدث عن الظروف الاقتصادية المالية، عن الظروف الحالية للبلاد، يعني ممكن يسمع ويقبل هذا، يمكن يقول أن هناك معالجات لننتقل فيما بعد إلى الانتدابات. هذه الحكومة الماضية قالت لنا أنها تؤكد على أنه سوف يقع إصدار الأوامر والمنصة الخاصة بالقانون، وأنه سيقع تطبيق القانون المالية 2021 اللي فيه انتداب 10,000 معطل على العمل. هذا هناك طبعا من يشكك فيه، ولكن لنمر زايد الحديث هذايا. هذا قانون من أكبر إنجازات مجلس نواب الشعب، صادق عليه 159 نائب وختمه رئيس الدولة، وكنت أنا رئيس اللجنة التي تقدمت به لمجلس نواب الشعب، وكان صديقي السيد عبد الرزاق عويدات والد ضيفكم نائب رئيس هذه اللجنة، عملنا مع بعضنا بعضا وقدمناه للمجلس بمبادرة لأخ زهير المغزاوي رئيس كاتب عام أو رئيس حركة الشعب، كتب التزام بأننا سوف نصدر مبادرة لتشغيل المعطلين، وأنا أول واحد أمضيت فيها باسم حركة الشعب، حركة النهضة عفوا. مع كل احترام اليوم نسمع اللي كلام أن هذا يا شعبوي. سيد بالقاسم، أعطيتك الوقت الكافي رغم أنه لم تجبني على سؤالي، ولكن أعطيتك متسع من الوقت للحديث. نعم أردت أن أقدم قضية كبرى نعتبرها إحدى أكبر، ولكن الوقت لا يسمح، وقضيتنا اليوم هي بخصوص الاحتجاجات وبخصوص كذلك العاطلين عن العمل. أكيد إذا ورد هذا الموضوع ضمن نشراتنا سنتطرق إليه وسنستضيفك مجددا. لو تجبني حاليا عن سؤال. سأجيبك عن السؤال سيدتي، شكرا. كل الشكر، تفضل. شكرا. أنا فعلا يعني في الحقيقة أردت فقط توضيح، لأنه لا نزايد على هذا الموضوع ولا نتبناه بشكل لا شخصي ولا حركة ولا شيء. هذا إنجاز نتاع مجلس النواب فقط. وعيب يعني أن النواب مرة قال عليهم خطر داهم، مرة جاثم، مرة مجرمين، معناها أيضا هذا يعيب من رئيس الجمهورية. الاحتجاجات يعني نحن لم ندعو إلى أي احتجاج إطلاقا باستثناء الاحتجاجات نتاع مواطنون ضد الانقلاب التي نحن جزء منها ونعتز بذلك، لا نتقدمها ولا نتأخر عنها. الاحتجاجات نتاع الفئات الاجتماعية أو الجهات أو المعطلين عن العمل هي صادرة عنهم، وكما قال ضيفك الاحتجاجات هي حق دستوري، وفي نطاق الاحتجاجات السلمية الدولة مطالبة بالاهتمام. ولكن لماذا حركة النهضة دائما مثار ربما اتهام من طرف منظمات وحتى حركات سياسية، وحتى ضيفي الذي يحضرني ويقول إن حركة النهضة هي من تؤجج هذه الاحتجاجات وفي مناطق مختلفة؟ مع الأسف الشديد. لماذا؟ مع الأسف الشديد أنا شخصيا مثلا من حركة النهضة، لم أحضر أي احتجاج قام به هؤلاء مثلا المعطلون. وزميلتي السيدة ليلى حداد اللي هي عضوة المكتب السياسي لحركة النهضة حركة الشعب والبرلمان تقريبا تحضرهم الكل وتدافع وتتبنى لو يقع تطبيق القانون نتاع الغلابة. شوف المزايدات السياسية لا مكان لها بالنسبة لي، هذه تجاذبات. اتهامات النهضة ذكرت مرة أن حتى بالمطر وبالثلج اللي ينزلوا في تونس يقع اتهام النهضة بهم. النهضة تعتز أنها هي من هذا الشعب وتدافع عنه، لكنها بريئة براءة الذئب من دم يوسف فيما يخص كل هذا الكلام الذي يقال ويتحدث عنه. احنا لا خرجنا نهاجم في مقرات الأحزاب، ولا مارسنا العنف، ولا مارسنا حرق المقرات، ولا دعونا الناس أيضا، ولسنا أيضا من النوع اللي يستثني. الآن سمعت ضيفك يقول الرئيس يتحاور مع اللي ساندوا 25 تموز جويلية، يعني إقصاء بأتم معنى الكلمة أن المعارضة التي تمثل جزءا كبيرا جدا من الشعب وأغلبية الأحزاب السياسية في تونس معارضة للانقلاب يقع إقصاها.
هذا طبعا ليس اولا ليس منطق. وصلت الفكره. لدينا كذلك محور ثاني سيد بلقاسم حسن سنناقشه كذلك في هذا الحوار. لا ادري ان كان ضيف اسامه سيد اسامه يعني لديه تعقيب في كل النقاط التي تحدثت عنها، ولكن نتحدث الان عن مساله استرجاع الاموال الشعب المنهوبه. يقول رئيس قيس سعيد خطوه جوهريه ربما لبدء الاستثمار في ملف الشباب العاطل، يعني كيف تعلقون؟ هل هو شرط ربما لاسترجاع الأموال لبدء والاستثمار في الشباب؟ تفضل سيد أسامة. شكرا. هو فقط أريد التعقيب لأنه ذكر أكيد تفضل أفرادا من حركة الشعب وقيادات من حركة الشعب بالاسم. بالنسبة للأخت ليلى حداد هي نائبة عن حركة الشعب، وبالنسبة لليلى الحداد نحن نتبنى المطالب الاجتماعية وقت ليكون المطلب الاجتماعي حقيقة مطلب اجتماعي. أريد أن أذكر فقط ضيفكم الكريم أن قانون 38 عندما صدر أكبر جرم صار في حق قانون 38 هو يوم إسقاط المبادرة التي تقدمت بها حركة الشعب لتمويل هذا القانون. أكبر جرم صار في حق المعطلين على العمل حقيقة. هذا ليس موضوعنا اليوم، ولكن يسمي المجرمون. فقط أريد أن أعقب لمذكرة حركة الشعب ووضعها في هذه الخانة. نحن بالنسبة لنا من يريد أن يفعل قانون 38 لماذا لم يفعلوه عندما كانت لهم الحكومة وكانوا في حزامها السياسي؟ فقط أمر الآن إلى الإجابة على السؤال. يلا في عجلة تفضل سيد أسامة. بالنسبة لنا في حركة الشعب ضروري أن تعود الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب التونسي. ضروري أن نبحث عن موارد لخلق الثروة في تونس، لأن الأزمة الحقيقية في تونس هي أزمة اقتصاد ريع. أزمة اقتصاد ريع تتحكم فيه 10 عائلات، كل هذه العائلات لها مصالح مشتركة مع حركة النهضة وكانوا يتقاسمون المصالح لتمرير القوانين في مجلس النواب الشعبي لصالحهم. وبالتالي اليوم الحديث عن عودة الأموال المنهوبة هو حديث في صلب ما يجب أن يكون لتونس بعد 25 جويلية حتى تعود تونس للتونسيين. فقط نقطة، تحدث رئيس الجمهورية عن الشركات الأهلية. الشركات الأهلية مهمة، وأهمية الشركات الأهلية هي في خلق الثروة وفي تحديدا في البنية التحتية التي 13 سنوات لم نرى ولا حجارة واحدة أضيفت في محافظة من المحافظات التونسية. وبالتالي اليوم ضروري للنهوض بتونس أن نبحث عن مصادر ثروة موجودة في تونس منهوبة تعود للشعب التونسي حتى ترسكل وتدخل في الاقتصاد التونسي بمشاركة المواطنين. وصلت الفكرة سيد أسامة. سيد بلقاسم أحسن، هل هي طريقة فعلية لحل معضلة البطالة ربما باسترجاع الأموال المنهوبة، أم ربما هناك مجالات ومبادرات للاستثمار أكثر في مجال الشباب؟ شكرا. انت حفظتي نطق اسمي بشكل جيد من التعاملات مع بعضنا، اشكرك على ذلك. لا جدا. لا انا 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 للامانه، حفظا للامانه والالتزام بالعهد، انا راني عقبت على الاخ اسامه ولم ابدا. هو اول ما بدا مباشره تعرض الى النهضه والى دور النهضه، فرديت وقلت حركه الشعب يتبنت الدفاع هذايا، حتى لا نقول اليوم يعني اللي المجرمين هذوما هم النواب وحركه الشعب. يعني يا سيدي اذا كان مجرمين اننا تبنينا قضيه الشعب نتاعنا، حركه الشعب مجرمه معنا بدرجات طبعا حسب الحماس وحسب الحقيقه في المواقف وليس حسب المجارات. شوفي احنا الاموال المنهوبة والأموال المتهربة والأموال اللي هي هربت للخارج من طرف معناها النظام السابق، كلها بالنسبة لنا قضايا حيوية. ندعو الدولة إلى أن تفتح الملفات، لا أن يبقى هذا مجرد كلام. ملفات أمام القضاء ومحاسبة كل الناهبين والمهربين والمتهربين. لا نبقى نكرر نفس المعزوفة باستمرار ويعني في الحقيقة لا نرى شيئا. هناك مجالات كبيرة اليوم عندنا قانون مالية فيه مجال للانتدابات مصادق عليه رئيس
رئيس الجمهورية الآن بالمراسيم يعدل في القانون، يعمل في قانون تكميلي ويتحدث على أموال كبيرة. يا سيدي يقول لما نستعيد هذه الأموال سوف ننتدب لآلاف من المعطلين على العمل، لا أن يقول لهم لن يطبق. هذا داء الاستفراد وداء الاستبداد، واللي هو لن يقبل من طرف شعبنا. شعبنا راه تنسم نسمة الحرية. شكرا جزيلا لك على هذا الحوار سيد بلقاسم أحسن القيادي في حركة النهضة التونسية، وأشكرك كذلك سيد أسامة العويدات عضو المكتب السياسي لحركة الشعب حدثماني من تونس. شكرا لكم.